الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 43 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. يونس ويوسف فيها 6 لغات: يؤنس ويؤسف يعني بالهمز وبغير همز، وفي كل واحدة بتسليس السين في يوسف وتسليس النون في يونس، يبقى فيهم 6 لغات: يونس 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 يؤنس 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 يؤسف 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 يوسف يوسف يوسف. فهم؟ يبقى بالهمز وغيره، وتسليس الحرف اللي بعد الواو المهموزة وغير المهموزة. تسليس الحرف يعني ايه؟ يعني مرة بالفتحة ومرة بالكسرة ومرة بالضم، لكن ورد في القرآن بالضم فقط. يبقى من حيث اللغة يجوز فيها التسليس. طب والقرآن جت بالضم بس، يوسف يونس، ده في القرآن بس كده، مفيش قراءة في القرآن بتسليس النون، كله بضم النون، ومفيش قراءة في القرآن بالهمز، لكن ده من حيث اللغة. فاهم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، أي في أصل النبوة، لأن أصل النبوة هو الوحي، والوحي هو الاتصال بالله والصدق والأمانة، فالكل في درجة واحدة من الصدق والأمانة ومن الاتصال بالله بالوحي، واخد بالك؟ يبقى أصل النبوة واحد، لكن تفاصيل الفضائل تتفاوت، فالنبي يتكلم على أصل النبوة. وبعض العلماء قالوا: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، حيث أن الله عرج بي فوق السماوات وعرج بيونس في بطن الحوت، فكان معراج يونس في بطن الحوت فازداد قربا إلى مولاه، وكان نبينا معراجه فوق السماوات فازداد قربا إلى مولاه. فهم؟ وهذا نفي للجهة عن الله عز وجل كما قال أبو بكر بن فورك ومن وافقه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن المثنى لعبدي، أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يعني بيتكلم على لسان الله. ربنا بيقول: لا ينبغي لعبد لي أن يقول محمد خير من يونس ابن متى. أنا هنا تعود على إيه؟ على سيدنا محمد. فهمت؟ لأن الرواية فيها نوع إلغاز، الرواية نفسها فيها نوع إلغاز تحتاج توضيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي، لله يعني، وقال ابن المثنى لعبدي، أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، أي أن العبد يقول على نفسه أنا خير من يونس ابن متى. العبد يقول أنا خير من يونس ابن متى على هذه الرواية، أو أنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على سبيل التواضع،
وعلى سبيل إظهار كرامة كل نبي حتى لا تخفي كرامته كرامة سائر الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يألو جهدا أن يوضح كرامات الأنبياء مخافة أن يخفي نوره نور الأنبياء صلى الله عليه وسلم. علشان كده قايل إيه؟ وهو شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. وكأن النبي إذا ظهر أخفى الأنوار كلها بقى. فالنبي خاف أن يخفي نوره نور سائر الأنبياء، فكان لا يألو جهدا أن يعطي كل نبي نشانا واضحا وفضلا وفضيلة واضحة تعلمها الأمة، فلا يظنون أن هناك نبي فيه نوع نقص، بل الكل في حال من الكمال لا يعلمه إلا الله. ولا نهاية للكمالات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاز النهاية وهم أخذوا منها القدر العظيم. قال ابن أبي شيبة محمد بن جعفر عن شعبة وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العلي يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن مت، يعني العبد يقول على نفسه أنا خير، أو لعبد أن يقول أنا يعني النبي، من باب إيه؟ قلنا من باب التواضع. ونسبه إلى أبيه يونس بن متى، نسبه إلى أبيه. باب من فضائل يوسف عليه السلام. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ النبي كان يتواضع ما يقولش أنا، لكن قال أتقاهم. وانتوا فهموا بقى، فهمتوا بقى أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما النبي يسأل من أكرم الناس فقال لهم إيه؟ أتقاهم. وافهموا بقى أنا أتقاكم لله. فالنبي كان إيه؟ يتواضع، يجيب إجابة فيها نوع تواضع صلى الله عليه وسلم، وكأنه أراد أن يقول أنا، ولكن النبي كان يتواضع فلا يحب أن يقول أنا، فقال أتقاهم لله. قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، يعني أكرم الناس فيهم النبي عند الله مطلقا، سؤال على الإطلاق كده، فلهم أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال يبقى أنتم بتسألوا بقى أكرم الناس من جهة سلسلة النسب، يبقى يوسف. يبقى بتسألوا أكرم الناس إطلاقا كده فهو أتقاهم. قالوا لا، ما بنسألش على النجاحية دي، العرب كانت تحب تسأل على الأنساب، فهمت؟ فقام النبي افتكر أن العرب تسأل على الأنساب، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينوع عليهم على فكرة الإجابة وهو يعلم قصدهم الأول، خد بالك، للتعليم، للتعليم صلى الله عليه وسلم. النبي مش عارف أصلهم قصدهم، لا، النبي يفهم أصلهم. ده كان بعضهم يجي له ويقول له جئت تسأل عن كذا، يقول له السؤال وهو في قلبه، فهم؟ يبقى النبي فهم الأول، لكن النبي أراد أن ينوع عليهم الإجابات ليعلمهم أن السؤال الواحد له أكثر من إجابة من حيث الجهة التي تنظر بها إليه، فهم؟ فإذا سئلت من أكرم الناس، إذا أردت الإجابة المطلقة يبقى أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فقام النبي أجاب لهم إجابة أخرى صحيحة أيضا، إن تقصدوا أكرم الناس من حيث سلسلة النسب فيوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله، سلسلة كده مفيش أحلى من كده، سلسلة دهب، فهم؟ فإذا بتسألوا على أكرم النسب الأنساب يبقى يوسف خلاص، من حيث سلسلة توالي الأنبياء، لكن من حيث النسب الأصلي بقى فنبينا أفضل الناس نسب، خد بالك، لكن لأنه ما فيش توالي للأنبياء في سلسلة نسب النبي فسيدنا يوسف فيه هذه المزية، خد بالك، لأن النبي كان بيقول ما تفرق الناس فرقتين إلا كنت في خيرهما من لدن آدم لأن وضعتني أمي. لكن إذا كنتم بتسألوا على توالي الأنساب من حيث النبوات
لا يسقط فيها نسب ليس بنبي على الموالاة كده، يبقى يوسف حاجة ما وردتش، يوسف ده حاجة ما وردتش. جميلة، نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله ابن نبي برضه اللي هو سيدنا إبراهيم. يبقى أراد أن يشير إلى فضيلة في سيدنا يوسف على عادة النبي حتى لا تخفي فضائله وفضائل غيره صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، يعني نقصد ايه؟ من اكرم الناس من نحن العرب اللي اتبعناك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجعهم بقى ايه لسؤالهم في الاخر، يبقى جاب لهم الاول اجابتين عشان يبين لهم ان سؤالهم اعمق مما يتصورون. فهمت بقى ازاي؟ يعني قد يسأل التلميذ السؤال ويظن ان له اجابة واحدة، ويتضح من شدة علم معلمه ان هذا السؤال سؤال عميق وله عدة اجابات، يقوم يفتح له ايه ابواب العلوم صلى الله عليه وسلم. فنعم المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني. ما انا عارف بقى، خلاص انتهيت، واخد بالك؟ يبقى انتوا عارفين تسألوني، لكن انا عايز ابين لكم معاني اخرى في سؤالكم. فهمت بقى؟ قال فعن معادن العرب تسألوني. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وفي قراءة فقهوا، فقهوا بكسر القاف يعني فهموا الدين وعملوا به، أو فقهوا صار فيهم الفهم سجية. يبقى الإنسان اللي في طبيعته قبل الإسلام صادق وأمين وجد في عمله وهمته عالية، إذا أسلم يبقى من خير المسلمين، لأنه في أصلا صفات وخصال حديم حميدة. إذا كان رجل قبل الإسلام يحب الكرم ويغيث الملهوف ويطعم الناس الطعام ويقضي حوائج الناس، إذا أسلم يكون على حالة عالية. وعشان كده قال خياركم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ليه؟ لأن هيحولوا فضائلهم التي يفعلونها في الجاهلية يحولونها إلى الله بدلا من أن يفعلونها من أجل الشهرة في الدنيا، فإسلامهم يجعلها لله سبحانه وتعالى. إذا فقهوا فحولوا أعمالهم إلى مولاهم، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع. مش كده برضو؟ باب من فضائل زكريا عليه السلام. برضو زكريا بالقصر والمد، زكريا زكرياء. وفي كمان ايه؟ ذكري وذكري، يعني في أربعة إيه لغته؟ زكريا زكرياء، ذكري ذكري بالتخفيف والتشديد. وفي كمان إيه؟ ذكر، بس ذكر على وزن علم كده. يبقى زكريا اسمه في خمس لغات، جاء في القرآن باللغتين زكريا وزكرياء، في القرآن بالقراءتين زكريا زكرياء عليه السلام. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكرياء نجارا، يبقى كان له صنعة ينفع الناس بها، دل على أن الصناعات لا تهين صاحبها بل ترفع قدره. فإذا كانت لك صنعة فاتقنها، فإن الأنبياء كانوا أهل صناعة. سيدنا داود كان حدادا، وسيدنا زكريا كان نجارا، وسيدنا إدريس كان زارعا خياطا، وكان طبيبا أيضا يعالج الناس، وقالوا عليه وهو هرمس الهرامسة. سيدنا زكريا يعني أبو الأطباء، يقول لك هرمس الهرامسة، واخد بالك؟ علشان كده في وضع الطب يقول لك مين وضع الطب، يقول لك هرمس.
وضع علم الطب، تدور مين هرمز، تدور في الاخر تلاقيه سيدنا ايه؟ ادريس. فسيدنا ادريس علم الناس الطب، وعلم الناس الزراعه، وعلم الناس الخياطه. وسيدنا زكريا علم الناس النجاره. وسيدنا داود علم الناس الحداده. وسيدنا سليمان اسالنا له عين القطر، علم الناس علم صهر المعادن. فالقطر هو النحاس، كان يتعامل معه ويسهره ويفعل به ما شاء. فيبقى كل تطور للبشرية في حياتها كان على يد الأنبياء أولا، ثم بعد ذلك يتناوله أتباعهم ويستفيدوا ويفيدوا بالتجربة والخطأ، فتتطور حياة البشر. يعني قبل سيدنا إدريس الناس كانت إيه؟ تلف إيه الثياب كده عليها، ما فيش خياطة، تلف بس كده، يجي له حته ثوب يلفه على بدنه وخلاص، مفيش حد يعرف يخيط. ايه خيط دي؟ ما يعرفش. جاء سيدنا ادريس علمهم ازاي يخيطوا الثياب، وازاي يعمل كم، وازاي يعمل جيب، وازاي يعمل موديلات مختلفه، فعلمهم الخياطه. باب من فضائل الخضر عليه السلام. وسيدنا الخضر اختلف في نبوته او ولايته او انه من الملائكه، يعني فيه ثلاث أقوال، قولان معتمدان وقول آخر نقوله للتحذير منه. فبعض الناس قالوا على الخضر ملك، هذا خطأ، بل هو بشر، احنا بنقوله بس عشان ايه؟ نحذرك منه. والقولان المعتمدان في أنه نبي أو ولي. كويس؟ هل هو نبي ولا ولي؟ كثير من العلماء قالوا بولايته، وكثير ايضا من العلماء قالوا بنبوته، وانا اميل للقول بنبوته. لماذا؟ لانه قتل الغلام، ولا تقتل النفس بالهام. الولي غاية علمه الهامي، والالهام قد يخطأ فيه، فلا يجوز القتل بالالهام، فهمت؟ لكن كونه قتل الصبي دل على انه وحي، فاذا يوحى اليه، لانه لو الهم الولي قتل انسان فقتله ياثم. لماذا؟ لان الولي قد يخطئ في الهامه، اما النبي لا يخطئ في وحيه، فهمت بقى؟ فقتله الغلام اكبر دليل على نبوته، خصوصا قوله وما فعلته عن امري، يعني ان فعلت هذا بامر الله. وما فعلته عن أمري، يعني فعلته بأمر الله، والله تعالى أعلى وأعلى. الخضر ده لقبه وكنيته أبو العباس، كنية سيدنا الخضر أبو العباس، والخضر ده لقبه. ليه لقبه؟ لأنه لا ينام على أرض جرداء إلا اخضرت، فسموه الخضر عشان دي. يعني رجل مبارك لا ينام على أرض غير مزروعة إلا نبت الزرع حيث نام، فسموه الخضر من أجل ذلك، فلقبه الخضر، تخضر الأرض به. اسمه بليا ابن ملكان، بليا ابن ملكان ابن فالغ ابن عامر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح، ذكر هذا النسب ابن منبه، وهب ابن منبه، ذكر هذا النسب وهب ابن منبه، يعني قبل المناقشة يعني، بس احنا بنذكره. كنيته ابو العباس، يبقى اسمه بليا ابن ملكان ابن فالغ ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. قيل انه كان معاصرا لسيدنا ابراهيم، وانه عاش حياة طويلة، وكثير من العلماء على انه ما زال حيا، وانه سوف يقتله الدجال ثم يحييه في ظاهر الامر امام الناس. احنا قايلين المسيح الدجال اول ما يظهر هيخرج له رجل يقول له انت الدجال، قال له لا، هو يدعي الالوهيه الدجال،
يقول ربكم يحيي ويميت، انا احيي واميت، انا اقتلك واحييك. فيقوم يقتله فيحييه، فيقول الان انا اشد بصيرة انك انت الدجال. فيقال ان هذا الرجل الذي يناطح الدجال هو الخضر في اخر الزمان. وده يرجح ان الدجال هو السامري، سامري موسى ايضا. لان خد بالك لما عمل العجل، السامري عمل العجل، سيدنا موسى امر بقتل من عبدوا العجل. طب واللي عمل العجل ما كان يقتل هو من باب اولى؟ ده اللي عبدوا العجل ربنا سيدنا موسى قال لهم ايه؟ توبوا الى بارئكم واقتلوا انفسكم، اي اقتلوا من ارتد منكم فعبد العجل. فهمت ازاي؟ واقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم باقامه هذا الحد، حد الرده. وقال السامري اللي هو عمل العجل ودلهم على عبادته، المفروض كانت تبقى عقوبته اشد بقى، يقوم يقول له ايه؟ اذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. الله، يعفو عنه لانه يعلم انه ليس صاحبه. سيدنا موسى يعلم انه هو مش هو اللي هيقتله، ده اللي هيقتله عيسى ابن مريم. فهمت بقى؟ قال له اذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاقفا لنحرقنه ثم لنستغفرنه في اليم نسفا. فيمسك العجل ينسفه، واللي عبدوا العجل يقتلهم، واللي صنع العجل وده لهم عباده العجل يقول له اذهب يلا براءه، لانه يعلم انه ليس صاحبه. فاهم؟ يبقى الخبر من ايام سيدنا موسى، والدجال من ايام سيدنا موسى، وسيدنا عيسى ايضا عمره فيه خارق للعبد. يبقى الثلاثه لهم خوارق في العاده في العمر، اللي هو الدجال وسيدنا عيسى ابن مريم والخضر، والتلاتة هم اللي هيبقوا أبطال هذه الملحمة، ملحمة ظهور المسيح الدجال. فهم يناسبوا لبعضهم إن يكلموا بعض، خبرة كبيرة، ناس عاشوا كتير بقى، إنما إحنا عشنا 60 سنة، هنتكلم إيه في وسط ناس عاشوا آلاف السنين؟ دول اللي يتكلموا بقى ويدلوا بدلوهم. فهمت إزاي؟ ويبقى الحجة قوية معهم. إنما إحنا هنكلمهم ونقول لهم إيه؟ فهمت ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى يجعل المراتب مرتبطه ببعضها. فالراجح ان الخضر ما زال حيا، وانه كثير من العلماء التقوا به وسالوه واجابوه واجابهم. هذا هو الراجح. والذي عليه كثير من العلماء، ابو عمرو بن الصلاح رجح بانه ما زال حيا. الامام النووي رجح بانه ما زال حيا. كل علماء الصوفيه يقولون انه حي. بعض المحدثين قالوا انه مات، بس بعض المحدثين. طب وقالوا ليه مات بعض المحدثين؟ منهم الامام البخاري رجح بموته. ليه؟ لان النبي قال لما اخر صلاه العشاء مره الى منتصف الليل، فقال بعدما صلى: لا يبقى على الارض بعد 100 عام من هذه الليله واحد ممن على الارض الان. ده إخبار علامات نبوة، يعني بعد 100 سنة من الليلة دي أي واحد على وجه الأرض الآن ولو طفل بيبكي ولو لسه مولود هيكون كل مات، جات ناس جديدة. والحديث في البخاري، فلما البخاري رجح قال حتى لو الخضر كان حيا إلى عصر النبوة فقد مات بعد 100 سنة بنص هذا الحديث. ردوا عليه العلماء اللي قالوا إنه حي، إن قالوا إن النبي يقول ايه؟ من كان على ظهر الارض والخضر يعيش في البحار، طبيعته كده يحب يعيش في البحار. النبي لم يتناول من يعيش في البحر، تناول من يعيش على الارض اليابسة. فهمت؟ فاستثناه العلماء بدليل انهم التقوا به وشافوه وكلموه. فهمت؟ وبالتالي الخضر ايضا لغز من الالغاز. يبقى رفع سيدنا عيسى ابن مريم الى السماء الثانية بجسده الدنيوي ثم نزوله في اخر الزمان لغز من الالغاز، والمسيح الدجال لغز من الالغاز، والخضر ايضا لغز من الالغاز. فعليهم كلام كتير، والعلماء اختلفوا فيهم كتير،
ونترك الأمر للزمان، الله يخبرنا بالواقع بعد كده. لكن الأخبار الدالة فيها كلام كثير يدل على أنهم ما زالوا أحياء، وأنهم سوف يلتقوا في آخر الزمان، ويتم أن يقتل المسيح الدجال بيد سيدنا عيسى بن مريم، وأن يحدث حوار بين الخبر وبين الدجال ليحذر أمة النبي منهم. كان الخضر أبوه ملكا من الملوك، عشان كده يقول لك ابن ملكان. ملكان ده كان ملك من الملوك. باب من فضائل الخضر عليه السلام. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبيد الله ابن سعيد ومحمد بن أبي عمر المكي كلهم عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل، ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام. سعيد بن جبير بيقول سيدنا عبد الله بن عباس نوفا البكالي. مين نوف البكالي ده؟ ده ابن زوجة كعب الأحبار، ابن زوجة كعب الأحبار، وكان عالما حكيما قاضيا إماما لأهل دمشق. ده نوفا البكالي. وكعب الأحبار معروف أنه كان حبرا يهوديا أسلم في عصر التابعين، فيبقى نوفا البكالي كان أحيانا يأتي ببعض الأخبار من زوج أمه اللي هو كعب الأحبار اللي يسميه احنا إسرائيليات، فيحكيها للناس. فهم؟ فمن بين هذه الإسرائيليات التي نقلها قال على فكرة موسى وقصته في الخضر في الكهف ده غير موسى النبي، ده واحد تاني اسمه موسى، ده تشابه أسماء بس. موسى النبي يروح يتعلم من واحد تاني؟ معقول؟ فهمت ازاي؟ ده بيد الإسرائيليات بتقول كده. فقام سيدنا سعيد بن جبير راح لسيدنا عبد الله بن عباس بيقول له الحكاية دي، بيقول له إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل، ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام. فقال كذب عدو الله. كذب يعني أخطأ بلغة قريش. عدو الله يعني إيه؟ لأنه يقول ما يخالف القرآن والمعلوم من الدين، فهي عداوة للحق. فهمت؟ وقالها على سبيل الغضب يعني، قالها هو غضبان، أما الإنسان ما يغضب ممكن إيه يتجاوز شوية في الكلام. يبقى كذب يعني أخطأ، وعدو الله تغليظا عليه لأنه يقول ما يخالف القرآن والسنة. فهمت بقى؟ سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل. بيروي بقى حديث مرفوع للنبي بيبين أن موسى بني إسرائيل الذي أنزلت عليه التوراة هو صاحب الخضر. نصدق بقى نوفا البكالي ولا نصدق النبي؟ فهمت هذه الكلام سيدنا عبد الله بن عباس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم. هو كلام سيدنا موسى صحيح فعلا، هو نبي زمانه وأولي عزم من الرسل، فهو أعلم الخلق في زمانه بالله وبالشرع الذي يناسب من أرسل إليهم. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم سيدنا موسى أنه كان عليه أن يتواضع زي خلق نبينا كده. شوف نبينا لما قالوا له إيه، من أكرم الناس؟ الأتقاهم، ما قالش أنا. خدت بالك؟ شفت بالفرق مقامات. وسيدنا موسى لما قال أنا على فكرة ما أخطأش، بس الأولى بي أن يتواضع، يقول الله أعلم. وانتوا فهموا بقى، زي ما النبي قال أتقاهم وانتوا فهموا. فهمت بقى المسألة؟ فربنا أراد أن ينوه لسيدنا موسى معنى جديد، أنه كان الأولى. لكن سيدنا موسى لما قال كده ما أخطأش على فكرة، لكن كان الأولى أن يتواضع. فهمت بقى؟ لأن معلوم أن سيدنا موسى أفضل من الخضر،
واعلى من الخضر كمان. فاهم؟ لان غايه ما قلنا في الخضر انه نبي، لكن سيدنا موسى نبي رسول اولي عزم، صاحب كتاب توراه نزلت عليه. الخضر هيروح في فين؟ فهمت بقى ازاي؟ يبقى سيدنا موسى برضه كلامه صحيح، لكن الله يريد ان ينوه كما فعل نبينا عشان تعرف ان خلق نبيك ماشي ازاي. وباقي الانبياء كان ليهم يقولوا الحق ايضا، لكن الاولى الا يقولوا الحق بطريقه، بهذه الطريقه يقول الحق بطريقه تانية. فكانش يقول انا، كان يقول الله اعلم، وانتوا هتفهموا ان سيدنا موسى اعلم. فهمت بقى ازاي؟ ادي المعنى. لكن سيدنا موسى ما اخطاش، فقال انا اعلم. قال فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه. قال له يا موسى انت ابعثتك معلما تعلم الناس، فلما تسال عن هذا السؤال علمهم انه يقولوا الله اعلم، ما تقولش انا كده، انت ما علمتهمش يقولوا ايه لو واحد فيهم سئل. فهمت بقى المساله؟ يبقى يا موسى انت معلم، رسول معلم تعلم الناس، لو سئلوا من بعدك العلماء من اعلم الناس ولا يوجد نبي، فهيقولوا زيك انا. انا لا، لم ارسلك لتكون معلما للناس تعلمهم على خلاف المراد. انت اعلم لكونك رسول نبي، لكن انت تعلم ناس ليسوا برسل ولا بانبياء، فالاولى ان تقول الله اعلم حتى ينتقدوا منك الاجابه. فهمت بقى المعنى؟ فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين وأعلم منك. أعلم منك بإيه؟ بنواحي أخرى. فهمت إزاي؟ لأن سيدنا موسى لم يؤتي كل العلوم، لكن هو بالنسبة لغيره وأهل عصره وأعلم أهل عصره، لكن أيضا من عباد الله من يؤتيه بعض العلوم اللدنية، عشان كده وعلمناه من لدنا علم، علم لدني بقى، قد يكون خفي على الأنبياء، لأن الأنبياء أمروا أن يعاملوا الناس بالظاهر لا بالباطن. فدله على عبد علمه الله علم الباطن، وكانت شريعته شريعة تحكم بالباطن، وأنت شريعتك تحكم بالظاهر. فهمت؟ ليعلمه من خلال ذلك أن الله سبحانه وتعالى علومه لا تنتهي. فأوحى الله إلي أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. ويبدو أن مجمع البحرين التقاء خليج العقبة مع خليج السويس، بيلتقوا مع بعض كده في حتة اسمها إيه، شرم الشيخ، مش الحتة دي اسمها شرم الشيخ برضو ولا راس محمد؟ آه، في الحتة دي مجمع البحرين، واخد بالك؟ هو أعلم منك. قال موسى أي ربي كيف لي به؟ طب أنا عايز أقابله. شفت بقى، يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم يرحل في طلب العلم. يبقى ده أكبر دليل على الرحلة في طلب العلم. في سيدنا موسى أكثر من نبي، رسول مكلم، صاحب كتاب، أول ما يعرف إن في واحد أعلم منه وهو أدنى منه حالا يقول حرحل إليه. يبقى الرحلة لطلب العلم مطلوبة مهما بلغت من إيه، من العلم. وعشان كده قالوا لا يبلغ العالم درجة طالب العلم حتى يروي عن من هو دونه ومن هو فوقه ومن هو مثله. شفت إزاي؟ زي ما سيدنا موسى كده روى عن من هو دونه اللي هو سيدنا الخضر. فهمت بقى إزاي؟ يبقى أراد ربنا يعلمنا من خلال سيدنا موسى تواضع العلماء والرحلة لطلب العلم والرواية عن هو من هو دونك والصبر في إيه، في طلب العلم، وأخذ الزاد عند السفر لطلب العلم فأخذ زاده، وأن أخذ الزاد عند السفر لا ينافي التوكل. كل دي علم تعلمناه من سيدنا موسى عليه السلام. فقيل له احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. يعني قال له خد معاك حوت هتاكل منه لما تجوع، وفي نفس الوقت حوت كبير يعني كل ما يجوع ياكل منه حته، ويبدو انه كان سمكه مملحه، حوت مملح.
وقال له اول ما تفقد الحوت في مكان يبقى هو المكان ده، هو ده المكان اللي هتقابله. فهو ثم، ثم يعني هناك. ثم فانطلق، فهو ثم فانطلق، وانطلق معه فتاه وهو يوشع ابن نون. يوشع ابن نون اللي هو بقى بعد كده بقى نبي بعد سيدنا موسى. يوشع ابن نون ده هو اللي بقى نبي بعد سيدنا موسى، وهو اللي دخل الارض المقدسه بعد التيه بالجيش، خدت بالك؟ وهو يوشع ابن نون ابن افراثيم ابن يوسف عليه السلام. يوشع ابن نون ابن افراثيم ابن سيدنا يوسف النبي عليه السلام. فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى اتيا الصخره فرقد موسى عليه السلام وفتاه، يعني ناموا. فاضطرب الحوت في المكتل، ودي ايه من الايات، حوت مملح ميت يضطرب تدب في الحياه، حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال وامسك الله عنه جريه الماء حتى كان مثل الطاق. لما انطلق الحوت في البحر، مشي في البحر، بقى البحر كانه فيه طاقه، يعني الميه مش تغطي، لا ده بقى فيه طاقه كان بقت ماسوره كده نفق في وسط الماء. حاجه عجيبه، عشان يفضل العلامه دي موجوده لما سيدنا موسى يرجع، لانه كان هيسيبها، يرجع يلاقيها يعرف ان هنا بقى ايه الخضر. كل دي ايه من الايات ومعجزه من معجزات النبوات. حتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سربا، يعني زي السرب، يعني كان نفق، كانه الحوت مشي في نفق في وسط الماء دون ان ايه يسيل الماء، لان طبيعه المياه السيلان، لكن الايه انه يصير سربا، يعني ايه سرب، يعني نفق. وكان لموسى وفتاه عجبا، سيدنا موسى وفتاه يتعجبوا لانها على خلاف العاده، فهمت؟ واتخذ سبيله في البحر سربا. والتاني الايه اللي بعدها، واتخذ سبيله في البحر عجبا، لما بيحكي بقى الفتى قال له انت ما شفتش ده الحوت ده خد طريق عجب في البحر، ده مشي لدرجه ان ربنا امسك جريه الماء، فكانت عجيبه لموسى وفتاه وكانت سربا للحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، هم رعدوا وقاموا وإيه ومشيوا، سابوا المكان وما كانوش لسه جاعوا. فلما جاع سيدنا موسى قال لفتاه هات لنا الحوت ناكل منه حتة، قال له ياه ده أنا نسيت أقول لك، عارف المكان اللي كنا رايدين فيه الحوت انطلق ومشي في البحر بطريقه عجيبه. قال له ما هي دي العلامه يا يوشع، انت مش تقول لنا، هي دي العلامه. فارتد على اثارهما قصص، فهمت ازاي؟ رجعوا بقى. وعشان كده لم يتعب موسى الا لما فات علامه ربه، واخد بالك؟ عشان كده قال لك نصب، نصب يعني تعبه، واخد بالك؟ انا لقينا في سفرنا هذا ايه، نصب يعني تعب، فلم يتعب إلا بعدما فات علامة ربهم. لكن لو كانوا يراعوا علامة ربهم خلاص ما تعبوش، كانوا لو على طول. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، ده فتى سيدنا موسى بقى قال له كده، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لما نمنا عند الصخرة هناك استريحنا، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. فوجد قال يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا مسجا عليه بثوب، مسجا يعني مغطى،
مسجا عليه بثوب، يعني مغطى عليه بثوب. فسلم عليه موسى فقال له الخضر أنى بأرضك السلام. ده دي تحية غريبة دي. خضر استعجب قال لك مين اللي يعرف السلام في الأرض دي؟ أنى بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. تم التعارف، فهمت بقى؟ قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، اللي هو علم الظاهر وعلم الشريعة وعلم التوراة، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، علم الباطن وعلم مآلات الأمور البعيدة ومراد الله في أقداره في عباده، ده علم تاني. أنا ربنا علمني العلم ده وأنت ربنا علمك علم تاني. قال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف التأدب من صاحب المقام العالي بيكلم أنه هو أدنى منه حالا، يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا؟ يبقى لابد أن يتأدب التلميذ مع معلمه ولو كان المعلم أدنى حالا من التلميذ. شوف قد إيه بقى. فالتواضع أصل طلب العلم يقوم على التواضع، أما لو في كبر يبقى بئس العلم هو. قال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. في قراءة فلا تسألني عن شيء. قال نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما. سيدنا الخضر حياته كلها في البحار، فأهل السفن عارفينه راجل صالح، فأول ما مرت سفينة قالوا اتفضل تعالى، ده انت تركب، ده انت بركة، ولا عايزين منك أجرة، بس تعالى، فهمت؟ عارفينه. فدخل معاه سيدنا موسى وراجل معاه ومش عايزين ياخدوا منه أجرة لأنه هو راجل معروف في البحار. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، يعني إيه؟ بغير أجر يعني. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. بقى الناس بيكرموك تقوم تخرب لهم السفينة، حاجة برضو لا تطاق يا أخي. سيدنا موسى معذور برضو، وبعدين اما تخرب السفينة هتغرق ومليانة ناس، الناس هتغرق، هتضيع السفينة وهتضيعنا وهتغرق الناس، ايه اللي بتعمله ده يا خضر؟ فاهم؟ حاجة برضو غريبة يعني. فنزعه فقال له موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش أنا قلت لك؟ لست قايل لك أنا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. الله، ده ولا داعش، ايه ده؟ ده شغلانة صعبة حاجة ما تحملهاش طبعا. سيدنا موسى صبي بيلعب تقتله، ايه ده يا داعش ده؟ حاجة غريبة، واخد بالك؟ ليه حق سيدنا موسى طبعا، قتله بغير نفس وبغير حق. فتعجب سيدنا موسى فاعترض. قال فقال موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ وفي قراءة زكية، نفسا زاكية يعني طاهرة بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك، شوف هنا بقى قال له لك بقى تاني، ألم أقل إنك، هنا بقى لما زودها شوية قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فزود له الحكايه شويه، يعني ايه؟ ابتدى يضيق صبره عليه، فهمت؟
قال وهذه أشد من الأولى، اللي هي لقد جئت شيئا نكرة أشد من إمرة، لأن في نزع لوح السفينة ضياع المال وظن قتل الناس، فقتل الناس مظنون، لكن هنا قتل بالفعل، فالقتل أشد، وبالتالي دي كانت أشد من الأولى، يبقى إمرة أخف من نكرة. فهمت؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنا محرج منك خالص يا خضر، أنا خلاص لو اعترضت تاني ما مش هصاحبك خلاص، معلش أنا مش هقدر، مش هستحمل، دي آخر فرصة. أحرج منه سيدنا موسى. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. كانت الضيافة في عصرهم واجبة، لأن ما كانش لسه كنتاكي فتح، ولا مثلا المطاعم فتحت، ولا عندهم أوتيلات يعيشوا فيها، ولا فنادق. فكان الناس لما يبقى ماشي في سفر طويل وينزل عند قوم لابد يطعموهم، وإلا هيموتوا. فكانت الضيافة واجبة في هذه العصور، فهم بيطلبوا حقهم في الضيافة، ده الحق العرفي، ناكل ونشرب بس وخلاص، لأن انتوا برضو لو جيتوا عندنا برضو هنأكلكم ونشربكم، ده حق عرفي. فطلعوا لئام أهل القرية دول، لئام لو ما كنتوش عندكم حاجة، يلا احنا عارفين نعيش حياة غلا، طلعوا بخلة. فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وهم ماشيين في عند هذه القرية اللي آمن، اللي هم ما ادوهمش حتى حقهم في الضيافة، لقمة ياكلوها وشربة مية يشربوها، وهم مسافرين بقالهم مدة والحوت ما بقاش معاهم، يعني جعانين ومفيش حتى سندوتشات فول وطعمية، ولا حتى واحد ماشي ولا حاجة بتبيع، هنعمل ايه طيب؟ يقوم في الوقت ده كله سيدنا الخضر يلاقي جدار هينقض، يشتغل بنا ويقعد يشتغل فيه. يا خضر انت ايه اللي بتعمله ده؟ دول ناس لئام، هتقعد تدبر لهم بلدهم؟ ما تسيبهم. قال الخضر بيدي هكذا، فأقامه، يعني ايه سنده كده بيده وعمل له ايه دعامة يعني علشان الجدار ما ينقضش. قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفون ولم يطعمون، لو شئت لاتخذت عليه أجر، على الأقل بقى هتشتغل هنا وتعدل لهم الجدار، طب خدت منهم أجر نشتري بيه حاجة ناكلها وخلص. قال هذا فراق بيني وبينك، انت اللي شرطت، لو اعترضت تاني تالت مرة ده فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تلت أشياء بقى اللي فات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما، حتى يقص علينا من أخبارهما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور، الأولى يعني الاعتراض الأول كان بسبب نسيان الوعد إنه ما يعترضش. قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له القادر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، يعني علم الله واسع، احنا كل علمنا اللي خدناه ده وعلم البشر كلهم وعلمك يا موسى وعلمنا وعلم كل اللي يجي من بعدنا، دي قطرة من بحر علم الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، يبقى دي اسمها قراءة تفسيرية، يسموها ايه؟ قراءة تفسيرية وليست قراءة قرآنية. وكان يقرأ وكان أمامهم ملك، بدل ما يقول وراءهم ملك بيفسر بقى، يعني وراءهم يعني أمامهم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، فهو أراد أن يعطي بالسفينة علشان لما يمروا على الملك ده يلاقيها معطوبة ما ياخدهاش، وبعد كده يصلحوها ويبقى فازوا بملك. وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا، يعني الغلام كان كافرا إذا كبر، إذا كبر الغلام يصير كافرا في علم الله،
لكن لو مات وهو غلام، طب الصبيان الكفار لو ماتوا فيهم ثلاث مذاهب. مذهب وهو الراجح انهم في الجنة، ومذهب ثاني انهم في ايه؟ في النار مع ابائهم، والمذهب الثالث التوقف، لا نقول لا في الجنة ولا في النار، نسيبهم ربنا يحكم بما شاء. كويس؟ لكن الراجح انهم في الجنة، لان سيدنا ابراهيم كان حوله ايه؟ اطفال، اطفال الناس اي اطفال الكفار في الجنة في الاسراء والمعراج لما النبي شافه، فدل على انهم في الجنة. يبقى لما يقتل هذا الصبي قبل البلوغ هيدخل الجنة، ولو عاش كان هيبقى كافر. ايهما احسن يا موسى؟ فهمت؟ فربنا قدر ليه ان هو يموت صبيا فيدخل الجنة، ويعطي ابناء اباه وابواه ولدا اخر يكبر يكون صالحا مؤمنا يموت على الاسلام. عشان كده مهما كان القضاء مر عليك ان ترضى به وتعلم ان الله اختار لك احسن شيء. مهما كان القضاء مر تعرف كده ان اختيار الله لك افضل اختيار، وعليك تقرا سورة الكهف كل اسبوع عشان تتعلم ان قضاء الله وقدر فيك ولو كان مرا هو افضل اختيار، فتشعر حلاوته مع مرارته. فاهم؟ عشان كده سنة لنا النبي قرأ سورة الكهف على طول كل اسبوع، عشان كل ما نشوف حاجات مرار من اللي احنا عايشينه نقول يا سلام الحمد لله قدر ولطف. فاهم؟ وعن ابي قال حدثني محمد بن عبد الاعلى القيسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن ابيه عن رقبة عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس ان نوفا يزعم ان موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني اسرائيل، قال اسمعته يا سعيد؟ قلت نعم. قال كذب نوف، يعني اخطا نوف، كذب زي قول النبي كده كذب سعد، يعني اخطا سعد. وعن ابي قال حدثنا ابي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بايام الله، وايام الله نعماؤه وبلاؤه. يبقى ايام الله هو فعل الله في العباد واقدار الله في العباد حتى يحببهم في الله وما قدره لهم. يبقى وذكرهم بايام الله تفسيرها ايه من الحديث؟ وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني، قال فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه أو عند من هو، إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال يا رب فدلني عليه، قال فقيل لو تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهي الى الصخرة فعمي عليه، فانطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه، صار مثل الكوة الفتحة يعني. قال فقال فتاه ألا ألحق نبي الله فأخبره؟ قال فنسي. فلما تجاوزا قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا، يعني المكان اللي ربنا علمهم. قال فتذكر قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على أثارهما قصصا. فأراه مكان الحوت قال ها هنا وصف لي. قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجا ثوبا مستلقيا على القفا، او قال على حلاوة القفا اللي هي وسط الايه الافا، حلاوة القفا اللي وسط القفا. قال السلام عليكم، فكشف الثوب عن وجهه. قال وعليكم السلام، من انت؟ قال انا موسى. قال ومن موسى؟ قال موسى بني اسرائيل. قال مجيء ما جاءك به، ما جاء بك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ شيء أمرت به أن أفعله، إذا رأيته لم تصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال انتحى عليها. قال له موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلمانا يلعبون. قال: فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي. بادي الرأي يعني بسرعة، يعني بلا تروي. يبقى بادي الرأي يعني إيه؟ أول ما شاف الصبي ده في وسط الصبيان يلعب انطلق بسرعة يعني بلا تروي. أدي معنى بادي الرأي. زي ما إيه قالوا إيه: وما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، المتسرعين يعني، الذين لا يتروون يعني، فهم؟ فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، فذعر عندها موسى عليه السلام ذعرة منكرة. قال: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، يعني حياء وإشفاق من الذم يعني. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. لما استحيا بقى منه هو اللي شرط على نفسه، قال له خلاص هي آخر مرة، لو اعترضت عليك ما فيش بعد كده، لأنه إيه استحيا منه يعني، سيدنا موسى استحيا من كثرة الاعتراض. قد بلغت من لدني عذرا، ولو صبر لرأى العجب. قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا. فانطلقنا حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. وأخذ بثوبه. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع. الأول لم تستطع، هنا تستع، لأن بعدما عرف المعنى بقت سهلة، إنما تستطع كأن فيها صعوبة في إيه؟ لأنه لم يعرف بعد. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطف عليه، فلو أنه أدرك يعني كبر حتى الإدراك يعني أرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما، ودي قراءة على فكرة، أن يبدلهما، وفي قراءة يبدلهما، أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وعنه به قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق بإسناد التيمي عن أبي إسحاق نحو حديثه. وعنه به قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: لتخذت عليه أجرا. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام. فقال ابن عباس: تمارى يعني تناقش يعني وتبادل الرأي واختلف.
فقال ابن عباس هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر. قال فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فسار موسى ما شاء الله أن يسير، ثم قال لفتاه آتنا غداءنا. فقال فتى موسى حين سأله الغداء أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه، إلا أن يونس قال فكان يتبع أثر الحوت في البحر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.